السلام عليكم. استيقظ سكان الجزائر العاصمة وبالضبط في منطقة شرارب بالكاليتوس هذا الصباح على خبر مفزع أرعب سكان المنطقة هناك. وقالت مصادر محلية أن الجيران اكتشفوا غياب أحد المقيمين في الحي عن الأنظار مع عائلته، بالإضافة إلى انبعاث روائح كريهة وغريبة، أين تم الاتصال بالحماية المدنية والتي دخلت إلى المنزل، أين تم اكتشاف المصيبة بعد العثور على شرطي وكل أفراد عائلته جثث هامدة وفي حالة جد متقدمة من الوفاة، ويرجح أنهم لقوا حتفهم منذ حوالي 3 أو 4 أيام. وتداول ناشط صور للشرطي الضحية رفقة أبنائها والمدعو فتحي سواكرية ينحدر من ولاية خنشلة ويعمل قيد حياته بأمن ولاية الجزائر. إن لله وإنا إليه راجعون.